طب تعالوا نشوف في حلقة سابقة سجلتها أنا شخصية مع الكابتن عصام عبد المنعم، كان رئيس الاتحاد المصري في 2005 وهو بيختار الجهاز الوطني بقيادة الكابتن حسن شحاتة، وكان إيه أسس الاختيار ومعايير الاختيار علشان نشوف وقتها نجاحات كبيرة وفرحة كبيرة للكرة المصرية. تعالوا نسمع ونشوف. كابتن حسن شحاتة مدير فني للمنتخب الوطني، وضميت جهاز كابتن حسن شحاتة والكابتن شوقي غريب وعملت خليط من المنتخب أو الجهاز الوطني. ما فكرتش وقتها برضو كابتن حسن شحاتة كماسك المقاولين أجيب مدرب وطني، ولا فكر في المدرب الأجنبي. عايز الكواليس وقتها. لا هو حسن، أنا يعني أنا كان هممني يعني أنا معرفش دلوقتي ما بيعتبروش الحكاية دي مهمة، إنه يكون لعيب كرة كويس. لعيب كرة كويس بدماغه، يعني فاهم كرة كلاعب. أعتقد إن ده يبقى مشروع مدرب كويس. فإذا درس وخد خبرات عملية يبقى أنجح من اللي أكاديمي بس أو لاعب كورة سابق بس وما درسش. فأنت شفت الكابتن حسن عنده اللي جمع الحاجتين، الكورة والنجومية، وأيضا كان مدرب وعنده خبرات، وفي نفس الوقت يعني أعتقد أنه هيبقى رد فعل كويس لما رئيس اتحاد كورة كابتن النادي الأهلي يجيب مدرب المنتخب زملكاوي كابتن الزمالك يعني عشان المسائل تهدى شوية بين النادي، ويعرفوا أنه المنتخب الوطني ده مش بتاع احمر ولا ابيض. ايوه بتاع منتخب مصر، منتخب الوطني بتاع علم مصر ثلاث الوان حقيقه. طب لما بعد 2006 كابتن حسن شحاته حقق انجاز افريقيا، و2008 و2010 كان شعورك ايه بعد القرار اللي انت خدته في 2005؟ كنت مبسوط من نفسي. كابتن عصام عبد المنعم بعد القرار التاريخي اللي خده وخد بيه الكره المصريه قال انا كنت مبسوط من نفسي. يا ترى لو السؤال ده بيتسأل دلوقتي للسادة أعضاء اتحاد المصري لكرة القدم، انتوا مبسوطين من نفسكوا؟ الشارع المصري، الإنسان الغلبان البسيط، فرحان ومبسوط؟ ده السؤال لازم حضراتكوا تسألون نفسكوا. الكرة قطاع مهم جدا للشعب المصري، الناس بتفرح بالكرة لما بتشوف الأهلي والزمالك والإسماعيل وأنديتها وكل واحد حسب انتمائه، وطبعا فوق ده كله منتخب مصر، منتخب مصر للجميع. زي ما قال الكابتن عصام عبد المنعم، قال لك منتخب مصر ده مش بتاع حد، ده بتاع مصر.